احنا بدانا بلاك اند وايت من اكتر من 15 سنه. كان عندنا اعتقاد كده ان احنا عايزين نعمل حاجه جديده مش موجوده قبل كده. هو فعلا احنا عملنا ريسيرش في الماركت وكده، ما كانش في مجله بتتكلم عن الويدنجز والبرايدلز من في الفتره دي خالص. كنا احنا اول مجله طلعنا بالفكره دي في مصر، مش في مصر بس، احنا على مستوى الشرق الاوسط كمان. ان احنا حولنا الفكره كمان بتاعت بلاك اند وايت لبلاك اند وايت شو، انها الناس تيجي وتشوف العارضين على الطبيعه، مش مجرد انها مجله والناس بتشوفها وخلاص. هو بلاك اند وايت هو كونسبت جديد في المجال الفاشن والويدنج في مصر. زي ما انت شايف احنا مش عاملين الناس عارضين حاطينهم في مكان اندور او مكان مقفول في قاعه. احنا النهارده احنا بنتكلم في مكان مفتوح كبير، العارضين زي ما انت شايف متنوعين قوي المجالات. الناس قاعده اكنها قاعده في حفله، مش اكنها مش معرض عادي.